اهلا وسهلا، ويلكم تو ماي كوكينج شو. ماي نيم از ثريا. دونت فورجيت تو لايك اند سبسكرايب. سوي تعادو رح نسوي تعادو تتا جايز. نايس. او ماي جاد. هلو جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. طبعا هسان وعلي صفنا قدام تاتو بليس. أنا هذا الموضوع صار لي يمكن سنة دا أريد أسوي تاتو و finally I'm here. We're finally here. هيانا المكان اللي عايش بهيوستن. أحط لكم عنوان جوا لأن هو basically من أحسن الأماكن اللي يسوون تاتوز، وحتى الهيوستن روكيتس يعني التيم كليته يجي يسوي يم هذا المكان لأنه it's perfect. So how you doing؟ خلينا ندخل. How you doing man؟ جايز طبعا احنا اوريدي عندنا الصور مالتنا مجهزيهم. طبعا ما راح اقول لكم شنو لحد ما اخلص كله حتى تشوفون، لان اريد تشوفون البروسس كليته، لان هاي اول مره بحياتي راح اسوي تاتو. اول مره بحياتي، تخيلوا علي هم اول مره بحياته. علي عندك شعرك؟ اكو شعرايه بتشوفها. Do we have to be wearing masks the whole time? No, I even have to. Okay, perfect. انا راح انزع الماسك لان يعني خلاص احنا بالمكان. اوكي انا مالتي اريد اسويها هنا. انا لبست اقصر تي شيرت عندي بصراحه على مود هذا الشيء، بس انا التي شيرتات اللي البسها تقريبا لهنا، فهذا اللي يبين من بطني. حسب اللبسه يعني. اي بالضبط، حسب اللبسه. اكو لبسات انه انا اريد ابين، اكو لبسات ما اريد دائما يبين. وعلي انت ايش راح تسوي؟ لا مو ايش راح تسوي، وين راح تحطه؟ شوفوا بعدين. اوه اوكي، بدنا نقرر هسه اي حاجه نروح. اوكي let me see if I like the bigger one, because I don't see a huge difference between the two, so it can be either or, but I see a difference in this. I'm already sweating. Guys, طبعا already دا أعرق من الخوف، بس أنا كلش متحمسة. هم حجمين، وحدة كبيرة وحدة صغيرة علي دا يشوف. مدى يقبل يشوفكم شنو راح ياخذ لحد ما يسويها. بس دا يشوف هو شنو القياس. جايز تعال اشوف لكم. طبعا هسه شفت انه هذا مكان يبيع ويشتري احذيه هم ليمتد اديشن، لان انا احب الاحذيه ليمتد اديشن مثل ما شفت لكم. عنده نايكيز، جوردنز موستلي، سبريم سم كولكشنز. هيانا حذائي. الاوريجينالز كوما من عندهم. علي they have yours in small. مثل مالتك. هيانا. But small. وعندهم اليزيز هم بيبيز انفنت يسموهم. هو هذا الديزاينر اللي راح يسوي لنا التاتو، الديزاينر مال ويلكم تو هيوستن. هذا المرشندايز مالته. واو، يالهم الهيوستن روكيتس. يب. جايز اول مره بحياتي. مستحيل مستحيل. لا لا ما مصدقه، لا مصدقه. واو، هو فشي حكيت بيه بالماضي وبعضكم قالوا لي ايه ما راح تتندمين، وبعضكم قالوا لي لا، بس انا صار لي سنه افكر بالموضوع، فهسه متاكده 100% انه ما راح اتندم. اشوفكم شنو لابسه. لابسه هذا التي شيرت نايكي، لان الحذاء نايكي. لابسه هذا من اي ام جي، وانا لابسه هذا التي شيرت مثل ما قلت لكم، لان التاتو راح يكون هنا. جبت اقصر واحد عندي. تاتوز مالتهم تخيلوا اسوي يجي تاتو يعني ما يخلص، ثلاث ايام اربعه يشتغلون على الجلد. مستحيل. انا اختارت فشي كلش سمبل لان ما اعرف شنو نوعيه الالم اللي راح يكون علي بصراحه. جابونا لهاي الغرفه، الغرفه الخاصه مالته. راح نصور هنا جوا، راح نلفون المقعد نتفرج فشي. I'm so excited. Is this your first tattoo? Ever. Which one? And it's information forever. Mm-hmm. All other platforms, it's like, okay, you see the picture for 24 hours and you forget about it. It's like, okay, 2 days after they put it. I just had like, I did so much. Like, والله كلش مدى احس جايز ما اعرف اصلا ليش كنت خايفه.
I mean, this is a dream. You're about to wake up in a second. No. صار لي سنة انتظر هذا الشيء. علي يقول لي هذا حلم هسه تقعدين من عندي. دا أقول لي لا صار لي سنة انتظر هذا الشيء. Finally سويته. Bro, I'm so happy. بعدنا مخلصين شوية من الديتيلز. بس طبعا خلص التاتو ماتي اللي تشوفون. أنا كلش فرحانة. هذا عيد ميلاد ماما الله يرحمها. You next. ماكو أدية صح؟ صار عندنا تاتو صار عندنا تاتو هلا هلا تاتو. اوكي جايز خلي اقول لكم بصراحه شنو التجربه اللي كانوا فاتحين اغاني وين يريدون ينصوها والمود وهيك شيء فما قدرت احكي. المود لازم مود. اي يعني عيب انه اقول له طفي الاغاني والله شنو دا اريد اصور يو نو. عمي اشتغل على راحتك بس اهم شيء تاتو يطلع حلو صح. اي حسيت بالالم؟ شويه بس بعدين بعدين رجليه يعني اصلا صارت نم يعني تنملت ما حسيت بيه حتى لما وقفت شوي وقعت والله نسيت ما حسيت برجلي. That's hilarious. أنا أصلاً بصراحة ما حسيت. حسيت الألم كان كلش قليل. عبالك يشي حرقات بسيطة ومو كل منطقة حسيت بها أو مناطق أصلاً ما حسيت. بحيث من بلش أنا أصلاً يعني كل شيء ما صار بيا يعني عادي هيجي قاعدة. أوكي بلش وأنا هيجي. برو يا حب تاتو. ما توقعت بيوم من الأيام راح أسوي تاتو لأن عالم مثلاً يقولون يأذي بس أنا أبد ما تأذيت وسويته بمكان يعني يم العظام مفروض يأذي إيه ومفروض يأذي وأني أبد ما حسيت بالألم ولا تأذيت إحساسز لا مو إحساسز لأن والله جديات أو التاتو ما يمكن كلش سمبل أرقام وما يحتاج تلوين وهيجي شيء فلذلك ما حسيت بالألم حسيت لما قام يكتب على على النجمات كتابة ما تمامين كتابة خط ال كلش حلو yeah. الكتابة he did it very nicely hell yeah بعد كل حد انتوا ايش عارفين التاتو جو تشتغلين محمد اي انا هم بحاكم ميت جوع قال سمع رجعنا البيت اني طابخ البارحة يجي شرمب وفجيز هنا ورايس على الصفحة فراح احميهم اثنيناتهم واني علي ناكل هسه علي اشوفهم من ستاتو لو شو وقت تريد تشوف لهم اياه تعال تعال شوفوا هذا ماتي تاتو هذا التاتو مال علي I'm in love كلش حبيته شكرا جماعة thank you هذا اكلي اكل علي نفس الاكل علي do you feel any difference تتوقع راح تسوي تاتو ثاني لو لا علي هو قاعد والله حلو كويس طبعا بدلت هدومي هيجي لبست راح يطلع انا عايز يستانوا علي بالسيارة نقضي أشغالنا لليوم نعرف عندنا مسواق لازم نجيب قهوة فهسا وصلنا المكان مال قهوة علي يجيب من عندهم تشيس مالتهم القهوة دائما تكون فريش فيجيب البينز يسمهم بينز بالانجليزي بش يسمهم بالعربي الحبايات مال قهوة نجيبهم تكون freshly roasted يعني هسا ما صارهم هواية بنسوي لها roasted محمصيها تكون يعني فترة التحمص مالتها تكون مثلا البارحة او اول البارحة وتبقى عندنا فد اسبوعين فاحنا نحبها تكون يعني طعم فريش كلش طيب مالتها yeah. طعم يكون فريش جوسي. ريحتها فريش باعوا يكتبوا لكم التاريخ مال التحميص مالتها هاي فمحمصيها يعني very recently لا تحطون حمر It's okay بس أنا دائما يعني أغسل ماتي مرتين ثلاث مرات بالأسبوع. It's okay. بسرعة ينغسل. يلا. ننطلق. البيت؟ تروح تتسوق لو لا؟ طري I don't wanna go. يعني أسوي المسواق باكر؟ يعني لحالك يا بكرة. أوكي. باكر. أهم شيء عندنا بيض. عندنا بيض. جايز طبعا هسه رجعت للبيت راح أطلع مرة ثانية أروح أشتري كرزات عربية بس.
لا لان كنا قاعدين بالسياره وقلت له لعلي اني اريد كرزات عربيه بس اصور. هو غلس سمع غلس 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 وشافني اني ما حكيت اي شيء اصور شيء بالتليفون وغلس. المهم بس طلعت الكبه الموصليه هاي اللي اني راح اسويها بس هسه طلعتها من الفريزر فانتظرها بساعه ساعتين هيجي تموع. وهذا اللحم اللي راح اسوي بيه التاكوز. خلصت مسواقي من دجله تشوفون كرزات عربيه اعشقهم. شفت فتشيك مثل الحلقوم اتصور ما ادري بس شفت تذكرت يعني كنت اكل معتهم بالعراق وحبيته. بس الحزام هذا يكون بداخله فستق اتصور مثل الكرزات. كل شيء احب هيك اشياء ما ادري ليش احس انه اطيب من الحلويات والكيك وهيجي شيء والسعرات الحراريه مالتها تكون قليله ومو مضره للصحه. طبعا هسه دا اسوي هاي الكبوه. جيبون طاوله مثل هاي تكون كبيره واعمل كبراتها يجي كبيره. احط شويه بيها ماي واخلي المي يغلي يعني بويو. طبعا هاي اكثر طريقه صحيه لان ما راح تستخدمون اي اويلز بس تحطون هاي الكبه بالمي تغلي وذاتس ات. بداخلها اكو والنتس تشوفون داخلها اكو بس والنوتس ومدار مدايخة. هذا مطعم بالرمان والثاني بصراحة ما اعرف شنو طعمه بس هم كلش طيب. المي بلش يغلي راح اسوي وحدة وراها احط الثانية. هي انها الكبة هنا انا اخليها بالمي تفور تقريبا كل جهة ما ادري 10 دقائق مكتوب. طبعا هسه دا احاول اقلبها ما ادري شنو المهام اللي راح تصير. بنجاح والله قلبتها بسرعه. بعد طلعتها هيك بس انتظرها شوي تذب المي مالتها. That's it. ماكو ولا نقطة اويل. اقصقص هاي مثل التيتا راح ناكل. علي This one is ready. طبعا اني اكل ماتشو ويا الصوص العراقي هذا. Good morning guys. اليوم راح اسوي وياكم قهوه مثل ما قلت لكم. هاي القهوه اللي اشتريناها البارحه. هاي القهوه مالتنا almost راح تخلص وخالد يمنا. انا يوجوالي احط 30 جرامز اللي هو العلي يعني 15 ايج. عندنا احنا هذا مقياس مال قهوه بس راح اقيس 45 جرام. اوكي قبل ما اقيس القهوه حاطه هنا مي داي 4 يعني بويل واتر دا انتظره يغلي. That's it. هاي ثلاث اشخاص اني وعلي وخالد. خالد صديق علي اللي ما يعرف منو خالد واللي ما يعرف منو علي علي اخوي. طبعا القهوه ما مطحونه فاحنا نطحنها بالبيت قبل ما نسوي القهوه. احط القهوه كليتها هنا خلاص ويطحن لي القهوه. هنا تنطحن القهوه. فاني اريد اشرب قهوه اقعد ارتاح ووراها اروح اركض واخذكم اتسوق. هاي البلان فور توداي. اوكي احط القهوه هنا. القهوة المطحونة صارت هنا هسه بس اضيف المي الحار. تقدرون تضيفون حسب الكمية اللي انتم تريدوها اكيد. تشوفون القهوة ايش قد صاعدة. القهوة كليتها صارت فوق فاحنا نحط الغطاء عليها وندفع شوية حتى تصير القهوة داخل المي مثل ما تشوفون. تدفعوها شوية واحط المؤقت 3 دقائق ونص وتصير القهوة. اللي ما يعرف شنو هاي، هاي خريطة العراق والعلم العراقي القديم. من ما يعرفون؟ ايش حد ما يعرف؟ كم امين؟ اكو كم يمكن ما يعرفون، ايش ما ادري. ليش؟ ليش ما تعرفون؟ خالد شوفنا التاتو مالتك. خالد عنده فلسطين. فلسطين. وعنده تكساس. تكساس بيتش. فلسطين احلى. اي واحد تحبه اكثر؟ فلسطين طبعا. علي كلش حلو التاتو. اي نو ايت نايس. اوكي احنا بمالتنا القهوه نحب نحط حليب which is almond milk اللي هو حليب اللوز ونحط شويه عسل. حليب. اوكي هيان هالقهوه بس هاي ادخلها كليتها جوها
حتى تدفع القهوة كلها، هاي القهوة كليتها راح تروح جوا. اضحك واحد جايز بعد الصورة اللي اخذها خالد العلي. اوه ماي جاد سناب شو اشوفكم بعدين نروح نشرب قهوة طبعا المطر هاي بتطلع جوا ضو يب تبللنا سو ماتش وقراقيع صراحة ما انتبهت على الجو اليوم ما راح اقدر اركض برا فمعناها راح ارجع اسوي اكسرسايزز بالبيت راح نبلش نسوي رياضة حروح اخلص ماتش الورك اوت اذا تريدون تشوفون شنو الورك اوت كامل انا مسويت لكم فيديو اصور قبل فيديو وين ثلاثة اصور بالفيديو مال الحواجب مسويت لكم الورك اوت كامل وحاطه لكم اللينك هم بس خلصت الاكسرسايز مالتي باع العرق بس كل شيء ما صار مالتي تاتو بعده اصور لي انا مغطيه بهذا الشيء هو قال تقدرون تخلون هذا الشيء لمده يومين ثلاثه اذا يطلع عندكم دم بس انا ما طالع عندي دم اريد اشيله اوكي نا بعد نا بعد نا بعد نا بعد نا بعد واو هذا الصبغ اللي حطوه بالتاتو قايس صدق ما حكيت وياكم بهالموضوع بس اصور كم من عندكم راح يقولوا لي ثريا حرام سويتي وشم راح تدخلين للنار نو 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 انت ما تعرف اذا انا راح ادخل النار لو الجنه ولا انا راح اعرف اذا غيري راح يدخل النار وجنه فما يحتاج نحكي بهاي المواضيع كل واحد حر بنفسه حر بتصرفاته المهم خلينا نتمتع هسه بالتاتو نظفته شنو رايكم ما ادري ليش هاي بعدها حمراء اصور لي ان لاصق شويه نشف الجلد جايز طبعا حطيت شعري بقراصات هيك عقدته هو مبلل وحاطه عليه اي شيء انسوا انسوا الشكل هسه حاليا حاطه شعري هيك حتى بيسكلي ينشف متعقش بس ما حاطه اي شيء عليه بس مبلل هيك سويت له وحطيت قراصات اريد اطلع اتسوق خالد وعلي هناك قاعدين يحشون اكل اريد اطلع اتسوق بس ما عصى رجعت تنطر مره ثانيه ما ادري شو حسوي بحالي اني لا جايز انا ما دا اصدق اللي يصير والله العظيم ما دا اصدق بعد نظرات شوفي بحالي شاف جايز طبعا دا البس حذائي واخيرا راح اطلع من البيت خلينا نشوفكم شنو لابسه طبعا لبست سويتر لان ما ادري انا شويه بردانه والجروسري ستور دائما يكون شويه بارد وهذا جينز وجين شورتس ولابسه هذا البوت لان دائما البسه لما تكون الدنيا مطر طبعا اذا تسالوني محتاره لو لا بالسويتر احس البادي تمبرتشر مالتي طبيعيه جدا بادي تمبرتشر معناها حراره الجسم طبعا حاطه مرطب على شفتي دا مسحه قبل ما البس الماسك لان الماسك نظيف هسه غاسلته طبعا انا ما اريد اشي جنوتي فدا احاول اطلع الاشياء اللي ممكن احتاجها اروح اتصور خلصت السواق ياي بالبارحة اليوم جد اريد اتسوق فاينلي خلصت جايز طبعا رجعت للبيت جبت المسواق صعدته كليته بوحدي طبعا راح اشوف لكم بس هيجي حتى تصير بسرعة عرفتوا شلون هذولي كلهم فروزن فروتس للسموذيز ساسج طبعا انا كل الاشياء اطلعهم من الكيس ما اخليهم بالكيس بصل ليمون
هذا بروسلز سبراوتس ما ادري اذا موجود بدول عاديه. طماطم دارك شوكليت almond. هذا سمك. خيار. سيلري. عندي هنا البروكلي والكاليفلاور. حمص. فلفل اسود. خلص التعزيل. تن 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 اصور راح انهي وياكم هذا الفيديو، اشوفكم على المره الجايه. اذا حبيتوا هذا الفيديو وتونستوا وياي وتريدوني اصور هيك اشياء مثلا مو بس يوم واحد، اكثر من يوم وهيك مقاطع انه شنو اسوي، كتبوا لي بالكومنتس. واذا حبيتوا هذا الفيديو سووا لي ثمز اب، واللي بعده مسوي سبسكرايب سووا سبسكرايب هنا او هنا. باي شله. That's it guys. انا احبكم كلش هوايه واشوفكم على المره الجايه. This isn't going on the vlog, right? It could. It could. Ooh, damn. Baa shawarab, Allah yusallihala baa shawarab. Oh, shawarab? No.